يا مرحبا ترحيب تلبد وبسين إعداد ما هبت هبوب عدية تكليفكم بإجراء التعداد السكاني لأهل الديرة وإرسالها يمنا في أسرع وقت. العلم وصلكم يا الربع، بكرة الصبح تراني نبى نبدأ وتراني مجهز لكم مفاجأة، طريقة عد جديدة وإن شاء الله تبى تعجبكم. يلا عن إذنكم يا الربع أبروح أتفقد الفرعون. مفاجأة؟ وش المفاجأة؟ أنتم تعرفون مفاجآت ذي الرمة يا الربع، نسيتوا وش سوى بالتعداد الماضي؟ أعطني برهة من الزمن يا شيخ، دعني أخلع النظارة. 14! نسيتوا؟ لا والله ما نسينا. وات، وش اللي ما نسيته؟ وش صار؟ لا والله ما نسينا يا طفاش، وبك القبيلة كل أبوها تورطت، جاره راح يتصور للبطاقة ووجهه حمر والدقبق صابه راشم في وجهه من الصبغ، قعد أسبوع يحك وجهه لا تصلخ. طيب وش الحل الحين؟ الحل بين يديكم كلكم، لكن أنتم ما تطيعون الشور، أعطوني المشيخة وأنا أسوي التعداد بالسبحة. بس السبحة ما تكفي، يبي لك ثنتين ولا ثلاث. اخس يا مرجع الشديد، والله خسارة يدخلون الربابة بدل الصوت السينمائي الصارم. You should give him a chance, boss. تم يا مرجع. أبشركم يا عيال، لقينا الضيف اللي بينقذنا، هذا عابر سبيل. أقبل الطرق يا أقبل. ونبيك يا الفال الطيب تصير ضيف على شيخنا الان يوكل واحد غيره بلعد. وش قلت؟ انت وحي. تكفى لا تردنا يا وجه الخير. Another guy with no voice. من جدك المخرج ما يتكلم؟ يعني المسألة علاج عندك؟ يلا مشينا ندور غيره. He has issues. هذه والله الساعة مباركة، حي الله من جانا. صب القهوة للضيف يا جلمه. ايه صحيح كلامك في محله يا ابو رجاء، لكن من هو؟ من اوكل؟ قم يا معتز، هالحين جاء الوقت اللي تكون في رجال وانا ابوك ونعتمد عليك. أباك تأخذ لك واحد ثقة يعاونك، وطلعوا ودجوا في الديرة وعد والربع كلهم، ولا تنسون أحد.
أبوك مشغول في أمور الماجد يا ولد. قم قم يلا قم. جايز كل واحد ياخذ جهاز ووكي توكي ودربيل عشان نخلي الشغلة فن. سيريسلي تخيلوا معي المصاقيل مخيم أشرار ومعتقلين أور فريندز، ولازم نعرف عدد الأشرار عشان نسوي خطة تحرير رهائن. أوكي كل واحد يروح في جهة من المضارب ويعد اللي يشوفهم جهته. كمان موف موف موف. إيجل 2 إيجل 3 إيجل 4 Are you in position? Over. إيجل 3 On position. Over. نعم هنا نشرته جاهز لإشارتك. Over. This is Eagle 4 Ready to start. Over. ابدأ العد. Over. My God be with you my friends. 1 2 4 with the kid. لا هذه باين عليها خطيرة، لازم نحتاط منها. 6 7 8 من هي هذه؟ أول مرة أشوفها. أوه صح يا غبي، أنت ما تعرفهم كلهم، هذول أعدائك. 9 14 15 16 هذه من هي؟ لازم أشوف وش سالفتها ذي. ما بقلنت يا إيجل 3، كم طلع معك العد؟ أوفر. 45 45. 10 of them are armed. Over. Thank you all guys. أنا بروح أذب النتيجة عند أبوي وأقابلكم later. طيب. Over. التعداد الكلي لسكان الديرة 187. يا وجه الله، أبكي آخر عدد كانوا 53. حنا ما توقع إن زادوا أكثر من 5 ولا 6. يا معتز لا يكون عديت البهم معهم. كومان داد بي رياليستيك. لا ما عديت الحلال، بس ترى في ناس جدد. البنت الصغيرة اللي شاكنة جنب خيمة العطار اللي تركض مثل الريح. She's like the wind in the spring. حنا عرفنا علتك الحين يا اللوقي. الغلط ولا مهم منك، من اللي مرسلك، لكن أنا اللي بقوم أسنع الأمور وبعد. لا 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 والله ما تروح، عندك ضيف يا شيخ. أنا أروح عنك. لا 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 ما تروح أبد. لا 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 والله ما تروح، عندك ضيف يا شيخ، أنا أروح عنك. لا 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 والله لن تذهب، لديك ضيف يا شيخ، أنا أذهب عنك. لا 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 علي الملازيم ما تروح، عندك ضيف يا شيخ، أنا اللي أروح عنك. يا شيخ أنا راعي القبيلة، خابرهم كل أبوهم، ارسلني عندهم ومالك إلا بياض الوجه. العدد الإجمالي لسكان المضارب يا شيخ هو 47 راس. إعجاز، حكيت فيها حد شد من المصاقيل، من اللي شد يا مرعي؟ ما حد يا شيخ، ما حد شد والله. هجل من اللي مات يا الربع؟ يا جراح أنت وإخوانك ذبحين أحد؟ لا بالله ما ذبحنا حد يا شيخ، ما غير 3 من قبيلة المدابيج و20 راس من الذيابة وأسدين بس يا شيخ. كيف أبوي أنت مصدقك يا مرعي؟ طيب مرعي نباك تورينا وشلون عديتهم. يلا عد الموجودين هنيا. حقرة بقرة قال لي عمي عد العشرة. 1 2 3 عددنا 3 يا شيخ. أدرك عدهم بالحقرة والبقرة، ما انت بسهل ولا يا مرعي، تعرف تعد زي الحفران. خلاص سجل العدد واكتب جميع المعلومات اللي يبونها بالورقة وارسلها للمدينة. وش رايكم بالاصفر؟ انا قايل لكم عندي مفاجاه. اعطني برهه من الزمن يا شيخ. 19.